مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة وجبة سهلة وسريعة بالباذنجان. عنا باذنجاني، حبتين بندورة، فلفل حار، واذا حبينا نستغني عنه مش مشكلة. عنا 4 معالق طعام زيت نباتي، ملعقة صغيرة دبس البندورة شراب، نص ملعقة صغيرة ملح، ورش صغيرة فلفل حار. وكمان عندي بصل صغيرة قطعتها بهيدا الشكل، وحبتين توم دقيتهم شوي ناعم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نقطع الباذنجاني. بسم الله. وجبة كتير سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير. بحط الباذنجانات اللي قطعتهم لأشويهم بالفرن على السنيطة بهيدا الشكل عشان نشويهم بالفرن. هلأ بحطهم بالفرن حامين مسبقا. هلأ بالوقت اللي عم بشوي فيه الباذنجان بالفرن بدي أقطع أنا وياكم الحار. ما رح حط قرن الحار كله، رح حط النص تقريبا. بحط قسم من الحار بس بنعمهم بهيدا الشكل. انتهينا من تقطيع البندورة، نحطهم بالصحن. بحط الزيت فوق البصل والثوم وبقليهم مع بعض على الغاز. بصرت البصلة بهيدا الشكل. هلا بحط فوق البندورة والحار. بسم الله. شراب. الملح والبهار. خليكم مع بعض. بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا لتستوي البندورة. بعد حوالي 3 دقايق بس صارت البندورة بهيدا الشكل استويت. هلا بتحطي تحت الغاز. هول الباذنجانات بعد ما شويتهم على الميلتين بالفرن، هلا بنحط عليهم الخلطة اللي عملتها انا وياكم. هلا عنا جبنة موزاريلا برشة على الوجه هيدا الشكل. هلا برجع بحطهم بالفرن من الاعلى فقط. هولي بعد ما طلعوا من الفرن هيدا الشكل النهائي. لنشيلهم ونحطهم بوعاء. بسم الله. هيدي وجبة الباذنجان السريعة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.